ليا، مثل ما قلتي وصلنا لمساحتنا الطبية، الكثير منا بيعاني من التهاب المفاصل لأسباب عدة، وهو التهاب يحدث في مناطق الجسم التي تكون مكان التقاء العظام معا. نعم، وطبعاً المفاصل هي المسؤولة عن حركة أجزاء الجسم، واليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نتعرف أكثر على التهاب المفصل الركبة التنكسي وأسبابه وطرق علاجه، وأيضاً رح نتعرف على مواضيع تانية مع الدكتور علي حسام الدين اختصاصي عظمية. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نبدأ من العنوان ونعرف المشاهدين بالتهاب المفاصل التنكسي شو هو. بالحقيقة التهاب المفاصل التنكسي هو بيصيب المفاصل بشكل عام، وأكثرها تأثرا المفاصل الحاملة الوزن مثل مفصل الورك ومفصل الركبة. هو عبارة عن احتراق غير ردود أو ذوبان بالغضروف الزجاجي المغطي للنهاية العظمية المشكلة للمفصل غير عكوس، عندما يبدأ لا يتوقف إلا بإجراءات علاجية وإجراءات وقائية لكي تقف هذه المشكلة التي ابتدت بشكل مرضي تؤثر على الغضروف الزجاجي، حيث يؤمن الليونة بالاصطدام للعظام ببعضها أثناء التمفصل، بالإضافة لأنه بتروح منه المرونة بالأذية التشريحية المرضية للغضروف، بصير جاف ممتص طرق المسافات الغضروفية بحيث تنكشف في المؤخرا أو بالآخر العظام، وتصبح العظام ترتطم ببعضها أثناء التمفصل وتؤدي إلى آلام مبرحة. هي بالدرجات الأخيرة للالتهاب المفصل التنكسي. نعم تفضلي. تفضل. نحن رح نحكي كنا عن العوامل المؤهبة، يعني صحيح. الأسباب هي بيقولوا عنا بدئية وثانوية. الأسباب البدئية هي الحقيقة على المورثات، خلينا نقول على الصبغيات. الصبغي المسؤول عن تشكيل هذا الغضروف بيكون في مشكلة من أصل الولادة والنشوء الأول الجنيني، بيؤدي على أنه يكون هذا الغضروف ضعيف وبيكون عنده استعداد وراثي للإصابة بهذه الآفة اللي هي التهاب المفصل التنكسي. في عنا أسباب أخرى ثانوية تجي فيما بعد، يعني إذا كان الواحد صار عنده حادث، صار عنده كسر، تغير محور المفصل، بتصير الارتكاز على جهة أكثر من جهة بتأدي لها الموضوع. في التهابات مثلا بتصيب المفاصل بتوصل على الغضروف وبالتالي بتأدي لتنكسه. في آفات استقلابية مثل إذا كان عندنا مرض مثلا الناعور بصير نزف بالمفاصل فبصير أذية الغضروف بالحديد. في عندنا مثلا الأورام تهجم على المفاصل وبتغير من طبيعتها ومن تشكيلها فبتؤدي إلى إصابة هذا المفصل بالتهاب المفصل التنكسي. يعني أغلب المفاصل اللي بتشوفها نحن بالحياة العملية هي مفصل الركبة الأكثر إصابة وعرضة لهذه المشكلة. نعم دكتور، خلينا نحكي يمكن عند إصابة المفصل كيف بيتم تشخيص حالة المريض، أو شو هي الأعراض اللي لازم يحسها ومن بعدين يمكن يكون مع يروح عند الطبيب ويشوف حالته لحتى الطبيب يتابع له إياها؟ نحن في عنا المراجعين بيجي أول، والله أنا فجأة كنت قاعد جيت لأقوم حسيت في لمعة بركبتي شغلة، أنا ونازل على الدرج حسيت بألم فجائي، وكله بيكون الحقيقة بالأعمار فوق 40 سنة لمفصل الركبة بالذات. فلما بيجي لعنا الإجراء المشخص هو إجراء بسيط، بيطلب الطبيب صورة بسيطة للركبة بالوقوف بالوضعين، صورة شعاعية بسيطة بتبين لنا إذا كان هذا المفصل بلش بالتهاب المفصل التنكسي بدرجات هي معروفة بالنسبة لنا، 5 درجات من الدرجة 1 للدرجة 5 حسب سماكة الغضروف وين صايرة بالحجرة الأنسية للركبة أو الحجرة الوحشية، ببلش يرق هذا الغضروف ونحن بنحسبه بسماكات معينة على المسطرة الخاصة بهالصورة، وبيبين عنا من هون الدرجة الواصلة للمريض بهذه الآفة. الحقيقة الأعراض اللي عم تحكي عنها أول شيء هو الألم، يعني أول مؤشر على وجود التهاب مفصل تنكسي. بيكون الألم مرافق المريض مثلا؟ هلا أول شيء بيكون ببعض الوضعيات، يا أما ما قلنا جالس بده يقوم أو نازل درج أو حامل وزن بحس إنه فلتت ركبته منه بالألم.
هذا أول منذر. المنذر الثاني لما ببلش يدخل بالدرجات الكبيرة من التهاب المفصل التنكسي بصير أحيانا الإحمرار، أحيانا الوزمة، الانصباب، إنه بيتعبى مي المفصل. أحيانا بصير بالدرجات الكبيرة في مهاميز أو بنقير على جانبي المفصل، بتنكسر مع قطعة من الغضروف وبتصير مثل لوز بادي أو جسم أجنبي ضمن المفصل، بصير يعمل طقطقة. أحيانا بصير عندنا آلام عضلية مرافقة وبينكمش المفصل بطريقة معيبة، بينعقل من كتر الألام بحيث أنه المريض ما بقى يقدر يفتح مفصله ولا بقى يستعمله. أحيانا بصير عندنا سوء بوظيفة المفصل، بيقدر ما بقى يستعمل مفصله، لا بالجلوس ولا بالمشي ولا بصعود الدرج ولا بحمل الأوزان، فبصير وقتها بصير سوء بوظيفة المفصل. دكتور، يعني قبل ما نروح لموضوع العلاج خلينا نحكي شوي، كنا عم نحكيها تحت الهواء عن أكثر الأشخاص والمهن يمكن اللي بتنصاب بهذا المرض والعوامل يمكن اللي بتزيد الإصابة. طبعاً طبيعة الجلوس المديد للمستعملين الكمبيوتر أو اللي بيقعدوا موظفين على وراء المكاتب ساعات طويلة، دائماً نحن بننصحهم أكثر من ساعتين متواصلتين جلوس ما بيصير، لأنه أنت هيك طبيعة الغضروف الزجاجي ما في له تروية خاصة، وإنما بيتغذى بالتشرب من وجود الأوعية حواليه والمحافظة والغشاء الزليل، فهذا التشرب هذا بينعقل لما بيكون بوضعية مديدة، هو بوضعية مثلا 90 درجة عطف للركبة بفترة طويلة، فهو بيمنع الغضروف من التغذية، في إجهاد بيمنعه من الاستفادة من التغذية تبعه لفترة طويلة. لذلك ينصح بأنه يمشي الدورة الدموية برجله كل ساعتين، يعمل حركة لمدة 5 دقائق حتى ترجع التروية الدموية للمفصل بشكل جيد، وبالتالي ما يعني تكون عامل مؤهب لحدوث هذا المشكلة التهاب مفصل التنكسي. في عنا مثلا عمليات الوقوف، ومنا الجراحين اللي بيوقفوا نحن بطبيعة المهنة بنوقف على بالعمليات أحيانا ساعات طويلة، كمان هي بتعمل أحيانا ركودة وعائية بالأطراف بتأثر على طبيعة المفصل وعلى طبيعة الغضروف المغطي لنهاية العظمية المالنا. المهن بشكل عام مثلا الحلاقين مثلا اللي بيقعدوا بوضعية قرفصاء مديدة مثل الميكانيكية، مثل اللي بيعملوا شغل بالسيارات بيكون بوضعية قرفصاء مديدة بتأثر على طبيعة الغضروف وعمله وعلى تغذيته أثناء الفترات النهار. يعني والإعلام كيف وضعه؟ وإنتوا حضرتكم كمان القعدة تبعكم بشكل دائم لازم تكون صحية مشان ما يصير عندكم المشكلة، بحيث تتحركي رجليك بشكل ما يحس العالم عليك. نحن بنخلص كل اجرينا مثل ما بيقولوا منملين منملين بيصير ركودة وعائية كثير. نعم طبعا. نعم دكتور، من بعد ما حكينا خلينا هيك نكسب الوقت قبل ما يداهمنا ونحكي عن طرق العلاج. هل العلاج بيتم عن طريق دواء او بعض الحالات ممكن تؤدي الى عمل جراحي؟ خلينا نحكي نعم. بعد هلا الحقيقة بالبدايات بالدرجة الاولى والثانية العلاج هو علاج تأهيلي وله علاقة في المريض اكثر من الدواء. الأدوية بسيطة، في مضادات الالتهاب لاستروئيدية معروفة الأنواع كثيرة مثل البروفين ومشابهاته، مثل الدايكلوفيناك أحيانا بياخدوا سيتامول أهمها، لأن أنا بنصح يعني بالدرجات الأولى أنه العمل التأهيلي الوظيفي للشخص المصاب بالتهاب المفصل التنكسي هو أهم من العلاج الدوائي، أنه بيعمل رياضات خاصة بأنه بيكون رجله ممدودة وبيرفعها وبينزلها كل يوم صباحا ومساءا عدد من المرات قد تصل ل 300 ثلاث مرات أو على فترات عديدة، بحيث أنه يرجع التغذية والحيوية للمفصل ويقوي العضلات اللي بتبسط واللي بتعطف المفصل، ونحن عم نحكي بالذات على مفصل الركبة. الأدوية إلى دور بسيط بتخفيف الألم، قد يكون المريض يرتاح على حبة سيتامول وقد يكون يحتاج إلى حبة بروفين. الأهم من ذلك أنه بعد الرياضة يعمل كريمات تدليك للمفصل بالمراهم المتعددة اللي علاقة بالمراهم المفصلية بمختلف أنواعها، ما في نوع معين، إنما الغاية منه أنه يعمل تدليك للمفصل ليعود الحيوية والتروية ويكون مؤهل بشكل جيد لبدء انهاره. بس هاي بالدرجة حركات فضل. رياضية تانية ممنوعة بتكون أبدا نحن وضعية القرفصاء والتربيع نحن ممنوعة. قد ما مشي البني آدم مش مشكلة، بس يوقف فترة طويلة كبيرة إذا كان مصاب بيؤدي لآلام مبرحة، إذا جلس وحمل أوزان وطلع دراج ونزل دراج ووقف فترة طويلة هي مزعجة، أما إذا مشي ومارس حياته الطبيعية ولما لما بده يقعد يحاول يمد المفصل على راحته بحيث إنه ياخذ الوضع الفيزيولوجي للمفصل بحيث يكون مرتاح بوقت الراحة تبعه.
دكتور خلينا نحكي شوية عن موضوع الإهمال، يعني إحنا مجرد حسينا عارض أو فينا نقول تنميرة بسيطة نروح على الدكتور ولا لا نأخذ مثلا علاج أولي أو مبدئي ولا كيف؟ هو اللي عم يصير عنا بالحياة العامة الحقيقة بيكون عم يشتكي جار لجاره بأنه والله أنا رحت مبارح مبارح رحت على الدكتور وقال لي هيك، إيه والله باخده يمكن ما يكون بحاجة للقصة. إذا عرض نفسه على الاستشارة بنصيحة طبية صحيحة يمكن يوجهه الطبيب بحيث أنه ما يوصل للمرحلة اللي قال له عليها جاره. فنحن بالمراحل الأولى إذن هي المعالجات ملطفة مع معالجات فيزيائية شخصية قد تكون استاتيكو وليست علاج بالمراكز التأهيل. أما بالمراحل المتأخرة الحقيقة في عنا العلاج الجراحي لما بيكون وصل المرحلة لتشوهات المفصل وعدم الثبات وطلب شخصي للمريض انه انا ما عاد اتحمل، يعني انا ما عاد فيني اخذ دواء، خربت معدتي من وراء الدواء، لاقي لي حل يا دكتور، بنقول له والله ما بقى في مجال غير تعمل مفصل، وهي الجراحه لتبديل مفصل الركبه جراحه نبيله، ويعني صارت بتناول الاطباء بسوريا بشكل جيد وبيتبدل بشكل بسيط وبوقت قليل بالجراحه وبيحصل على نتائج جيدة جدا. بعد بشهر بيرجع بعد تأهيل الوظيفة للعضلات المحيطة بالمفصل بتكون وصل للمرحلة 95% من أصل المفصل الأصلي يعني. فالجراحة بالنهاية هي العلاج الأخير. في حاليا بين الدرجة الثانية والثالثة في يعني هلا بالسوق الطبي رائجة مواضيع البلازما، مواضيع بيقول لك والله خلايا جذعية، في أدوية طبية مثل الهايلوريك أسيد بتحقنيها بفترات متقاربة كل أسبوع مرة ثلاث محاقن أو خمس محاقن بحيث يعوض ويعمل بوليش أو تلميع للغضروف لمحل المهترئ ويحاول ينبت الخلايا الموجودة يسرع بإظهارها أو يعمل ازدراع جديد بحالة البلازما أو حالة الخلايا الجذعية. الحقيقة هي كل مرحلة بتتطلب منا علاج على أصول طبية بالمرحلة الواصل إلى المريض بالتهاب المفصل التنكسي، إذا كانت علاج بسيط بالبداية ولا علاج محاقن بالمواسط أو علاج جراحي بالأخير. نعم يعني دكتور وصلنا لنهاية مساحتنا الطبية، معلومات كثيرة أخذناها من حضرتك وأكيد من توجه لكل المشاهدين أهم شيء نبعد عن الإهمال. دكتور علي حسام الدين أخصائي عظمية شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم. وأكيد دكتور ناطرينك بحلقات جديدة، كل التساؤلات حكيناها تحت الهواء لازم إن شاء الله نحكيها إن شاء الله بالمرات القادمة بغطي مساحات أكبر معكم. إن شاء الله بإذن الله. شكرا كثير لك وشرفتنا.